السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شيوات راديا في وصفة جديدة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون هي حلوة لسان الطير أو لسان العصفور اللي كتجي على هذا الشكل، كتجي مورقة وهشيشة، والأهم أنها لذيذة لذيذة بزاف. غادي تشوفوها على طريقتي الخاصة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. تابعوا الفيديو حتى الآخر وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو هنايا راس معلقة صغيرة ديال القرفة، كنديروش بزاف غير شوية، هنا معلقة صغيرة ديال الخل، انا هنا استعملت الخل الابيض، كذلك راس معلقة صغيرة ديال النافع، شوية ديال الملح، صفر بيضة، جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، وهنا عندي 50 غرام ديال الزبدة، ما يعادل واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة مزيان. أنا هنا استعملت زبدة حيوانية ماشي المارغارين. كذلك غادي نحتاج 4 كاس ديال الحليب، وهنا راس معلقة صغيرة بزاف ديال خميرة الحلويات، ما تكتروش الخميرة ديال الحلوة، ونص كيلو ديال الدقيق، وغادي نجمع بالماء بارد. الا ما جمعليش هادشي غادي نجمع بالماء بارد. غادي ندير هاد الخميره فوق الدقيق، وغادي نزيد الزبده، وكذلك هاد النواشف كلهم، قرفه، النافع، والملح. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، وعاد من بعد غادي نزيد السوائل. هنا من بعد ما ترمل هادشي صافي، الزبده راه تخدمات مزيان مع الدقيق. غادي نزيد دابا دوك جوج معالق كبار ديال الماء الزهر، كذلك معلقه صغيره ديال الخل، اصفر بيضه، ربع كاس ديال الحليب، وغادي نزيد الماء بارد باش غادي نجمع فحال الهليب. غادي نبدا دابا كنزيد الماء، انا هنا درت كاس ديال الماء ولكن ما جمعش ليا العجينه، فغادي نزيد واحد ربع كاس. غاديش نزيدو دابا الماء بزاف، يعني كاس وربع ديال الماء راه كافي. غادي نحاول هنايا ندلكها مزيان، تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق غادي نستمر كندلك فيها بهذه الطريقه. صافي، هنا من بعد ما دلكتها كيف كتشوفوا العجينه ديال هاد الحلوه خصها تكون شويه رطبه. دابا غادي نحاول نقطع منها قطع صغيره باش نشكلهم الكويرات. من الاحسن اذا كان عندكم الميزان اعبروهم بالميزان، اخرى يجيوكم نفس العبار. بحال انا دابا هنا غادي ندير فيهم 60 غرام، هنا 61 ماشي مشكل، حيدو منا غير واحد شويه. نحاولو نعطيوها شكل دائري على هاد الشكل، وغادي نستمر انا هكا. غادي نحاول كلهم ندير فيهم 60 غرام. صافي، دابا من بعد ما كورتهم غادي نغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا غير واحد 10 دقائق ماشي بزاف، وندوز باش نطيبهم ان شاء الله. غادي ناخذ دابا هذيك الكويره من بعد ما ارتاحت، وغادي نحاول نبسطها. هنا الا بغيتوا تطلقوها حتى بالدقيق ترشوا شويه ديال الدقيق وتطلقوها بالدلك راه ممكن،
لكن انا هذه هي الطريقه اللي كتعجبني احسن. دغيا كتطلق كتجيني سهله، كندهنو بالزيت بحال هكا. نحاولوا اننا نرقوها قداش ما كانت رقيقه، راه مزيان على هذا الشكل. دابا غنهزها نحطها في المقله وغادي نحطها بهذه الطريقه. المقله ما تحتاجوش الدهنه، هذه ما كانتش كتلصق. صافي دابا غادي نقلبها، غير كتحطوها مباشره كتقلبوها لانها رقيقه وما خصهاش تحمر. صافي دابا غادي نزولها، غادي نحطها هنايا فوق خوتها وغادي نغطيها بواحد المنديل. كيف شفتوا راها كتنفخ، هذا دليل على ان الوصفه ناجحه. صافي دابا غادي نهزها وغادي نحطها ونغطيها بواحد المنديل ونستمر بنفس الطريقه. غادي ناخذ دابا هاد الاوراق، هما عاده ما كيديروا غير ورقه واحده، ولكن انا الطريقه اللي كندير من شحال هادي كندير ثلاثه د الورقات على هاد الشكل. وهنا في الاطراف كنجي هنا الاطراف كندهن بخليط ديال الماء والدقيق بهذه الطريقه، كنحط عليها هادي وكنرجع ندهن كذلك هاد الاطراف وكنبدا كنلف على هاد الشكل. هنا غادي نحاول نحيد شويه لان بانوا لي شويه غلط من هاد الجهه. وغادي نبدا كنلف، ما كنزيروش بزاف وما كنخليوهمش مرخوفين بزاف. صافي كنجيو لهنا وكندهنو كذلك الخليط ديال الماء والدقيق وكنلفوها على هذا الشكل. وهنا عندي ثلاثة الورقات، هاد الورقة قداش ما رققتوها كيف قلت لكم كتجي زوينة. من الأحسن طيبوها بشي مقلة تكون كبر من هذه اللي طيبت فيها أنا، يعني إلا درتو كويرات يكون فيهم 60 غرام طيبوهم في مقلة تكون كبيرة. وغادي نبدا كنلف، على هاد الشكل. غادي نبدا دابا في التقطاع، غادي ناخذ هاد الحريبلات على هاد الشكل وغادي نبدا كنقطعهم بحال الفقاس. هاد الزوائد هادو نحيدهم وغادي نقطع على هاد الشكل. اختاروا موس يكون ماضي مزيان،
انا كتعجبني يجيو فيها هكا الوريقات بزاف كيف كتشوفوا، ملي كنقطعوهم كنديروا لها بحال هكا بحال كيتحلوا على هذا الشكل. شفتوا هذه كيجيو فيها وريقات بزاف على عكس هذيك الاخرى اللي كنديروها غير بورقه واحده. هذه كيجي المنظر ديالها زوين. صافي غادي نبدا نحلوهم بحال هكا ونزلوهم. هذيك اللي كنديرو غير ورقه واحده كتجينا على هذا الشكل تقريبا كيف شفتوا، راه فرق كبير بين هذه وهذه. انا هنا درت الزيت كتسخن ونقصت لها النار، نجهدوش العافيه بزاف حرام يتحرقوش ليكم ويطيبوا على خاطرهم. وعندي هنا كذلك العسل كيف كتشوفوا معايا هنا، راه بداو كيتحلوا هذوك الوريقات. دابا غادي نبدا كنقلب فيها. ولفت كنخدم بهذا القطيف ديال الشوا كيجيني كيسهل. وكيف سبق وذكرت النار تكون مهيله معايا، راه بدات كتحمر دابا انا شويه وغادي نصفيها من الزيت ونديرها في العسل. شوفوا الشكل ديالها شحال كيجي زوين. كيجيو فيها الوريقات بزاف كيف شفتوا، كتجي منفخه. انا درت معكم هنايا شي حبات اللي مصاوبين غير بورقه واحده، عوض ثلاثه. هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا. صافي غادي نزيد نحمرهم غير شويه ونزولهم. غادي نخليهم دابا هنايا كيتعسلوا على ما تقلى ليا القليه الثانيه. من بعد ما عسلتها دابا هنا غادي نرشها بالزنجلان اللي كيكون محمر. هانتوما هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي، ما كتجيش معجنه نهائيا لاننا كنقطعوها رقيقه كيف كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. هانتوما نوريكم الفرق بين هانتوما هذه اللي غير بورقه واحده وهذه اللي بثلاثه ديال الورقات. انا صراحه كنفضل هذه، كتجي عاطيه للعين كيجي فيها منظر زوين. ولا كيبغي الحبات صغيورين يقدر يدير هذه غير بورقه واحده، يعني غادي تحرب له غير ورقه وحيده وغادي تقطعها بالموس ولا بالمقص. فهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة السانطير، كتجينا على هذا الشكل. صدقوني انها كتجي رائعة جدا لا في المنظر ولا حتى في المذاق. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فهي كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، راها ماشي معجنة من الداخل، كتجي طايبة من الداخل، كتجي كذلك مورقة.
فعلا تستحق التجربة. كنتسنى التطبيقات ديالكم على مجموعتي في الفيسبوك شي وترى ديقريش. إلا عجبكم هذا الفيديو وصلوه لأكبر عدد من اللايكات، وكذلك بارتاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل الفائدة على الجميع. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، خليتكم على خير. السلام عليكم.